الميلاد وفي الافراح وفي احنا كده. بنغني في كل حاجة تتوقعيها، في الجامعات وفي حفلات الكتاب وافراح، كل حاجة يعني. بتشتغلوا مع بعض؟ اه يعني انتوا في المدرسة وبتغنوا ولا انتوا سايبين المدرسة؟ لا احنا بندرس وكمان بتدرسوا؟ اه بندرس، وكمان في اغنية جديدة نازلة لينا هتنزل قريب وكده اسمها حب. بس انتوا رايحين ثانوية عامة مش كده؟ اه رايحين ثانوية عامة مش في سنة. احنا في ثانوي اصلا يعني. لا انتوا دلوقتي انتوا انت يا اصل الثانوي دلوقتي بيمتحن ثانوية عامة، انتوا دلوقتي بتمتحنوا؟ لا هو احنا، هو احنا دلوقتي كده في ثانية، فاحنا خلصنا ثانية تمام، خلصنا يبقى انا ثانية صح، يبقى انا صح تمام. اه احنا طيب داخلين ثالثة لسه. تمام. قول لي، طب انت يعني انت اتقدمت المنة على اساس ايه يا عبدو؟ هل انت عندك شقة؟ هل انت هتبقى قادر تفتح بيت؟ هل انت جبت لها شبكة؟ هل انت هتبقى عندك مصاريف؟ ناويين تتجوزوا امتى؟ لا لسه بدري شويه بس يعني. بس انا الحمد لله يعني انا بغني ومعايا فرقه معك وفاتح فرقة؟ بيت بيتين والحمد لله يعني. انت فاتح بيتين؟ تخيلي. ما انا عايز اسمع منك، الحمد لله. بيتين مين اللي فاتحهم؟ بيتنا ومع ابويا وبيت اخويا يعني، ومعايا كمان معايا فرقه زي 25 واحد بيصرف عليهم برضه. وانت اللي بتصرف عليهم؟ طبعا ما ليه، انت بتاخد كام في الفرح يا عبدو؟ لا على حسب المكان وعلى حسب الناس، وما بجيش ما بحبش اجي على الناس. اي ساعات اي في افراح كتير ببلاش عشان الناس بتكون ساعات نفسها تجيبني، فبروح برضو وبجيب كرئته عادي. هو انتوا دلوقتي مع بعض، انتوا عندكوا يعني رايحين اوردر، عندكم حفلة، عندكم فرح، ايوه طبعا طبعا. رايحين فين؟ رايحين دلوقتي الاستوديو، رايحين بديت الانتاج الاعلاني وكده عندنا هناك في الصوفة. طب انتوا جابلك شبكة ايه من؟ جابلي دبلة يعني، دي بدايتها فاهماني يعني، لحد ما بس ما ايه يعني ربنا يكرمه اكتر واكتر. وايه؟ احنا قرينا الفاتحة ولبسني دبلة فاهماني. يعني هو كان لازم طبعا عشان حوار الفتحه دي، فاحنا قلنا حتى لو يجيب دبله تثبت يعني. ومامتك وباباكي ما اعترضوش على انه هو يبقى عريس عنده 17 سنه لسه صغير وانت كمان لسه صغيره، هم وافقوا؟ لا لا ما هو زي ما قلت لك كان في الاول كان في اعتراض، بس بعد كده ما يعني لما كلمتهم واقنعتهم وهو كلمهم كده يعني ما حصلش حاجه فاهماني. كملنا بقى. حد جنبك من مامتك او باباكي او حماكي او حماتك؟ لا 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 احنا في شغل، احنا اللي جنبي هو من اخواتي يعني، طنط وعمه مش هنا. جنب اخويا الكبير دلوقتي، هو اللي جنبه اخوه الكبير. طب ممكن اكلم اخوك الكبير يا عبدو؟ اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، مين معايا؟ محمود نجم، اخو عبد النجم.